والخطه. وانا اقول لكم ليه؟ شوفوا لو كنا بقي الشغل تو وانا لايين احنا وانا لايين. طيب وحقي وابا تعطونا؟ صبرنا كنا نقول لك قد قال دقبله نقول له واقول لكم ودي خالي 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 سمع يا خالي احنا ما بنختلف اول يطلع عدي يطلع خلاص ما بنخطف. ابوي قد قال يا عيالي نا ما قدرت نجيبوا الكنز ما قالوش واذا انتم بتقدرون هذا حقكم وما بتقدرون هذا حق عيالكم. احنا دحين لازم نجيبه لازم علي قعود له قدو فقر حمر. المهم حق خالكم مضمون مضمون حتى نحن خطه. الحين تشوفوها مصحح المغارين مغارين ايوه دحين معاني الفناكم تقعون مغارين. ايه ما بغيتهم تقع كده عم مغارين اخواني شايف ايه بغي يودك مغارين لا ما بغيتهم لا ما بغانا شيء ولا غرام ولا شيء. يا بنتي سمع الهرين دحين بغيتي واب الهرين كيف بغيتي واب غرام دمشان هم بيغرمون كيف يدخلون عند المغارين بعدين بيصطفطون يصطفطونهم حاسين. طيب خال انت قاعد مغروم ونحن معك لا ماشي منك لا شفت لا نحن طحن نتغارب لا بس انتوا يومكم فينكم وبتتعاونون خلاص اتفقنا دحين اتفقنا يا خال عليه ودي بس دحين حاجه واحده نحن هذا الخريطه بنغيرها بورقه ثانيه كماها عشان دي تبقى برا عندكم وذاك تبقى داخل. عندنا داخل معنا عندكم في الريط كلش فرق بركة الله اتفقنا لا تخافين يا عبير تخافين نحن قادرين نطلع الكنز حق بوني وايدادنا اللي خايف عليكم يا اخوان لا الا الغريب احنا صحيح لا تخافين.
عنبر الخمسة رقم ستة. هذا الحالات اللي حوّلت لكم. فهد عنبر. ومعاد حقهم المعدات. كل شيء. كل شيء. بس تعبوا لحنا يا دكتور. سلام. سلام. يا دكتور. يا دكتور. يا دكتور. هذا دكتور. حياك الله. كيف حالك؟ أحسنت الله عليك. بخير. حياك الله. بغيت بهري لك في موضوع شوية. يلا يا دكتور. بجيك للمكتب على الجد. ما ما. تفضل. حياك الله. اسمع. نقول لك وانا نهري من يات بقعة نهري. تفضل تفضل. دي مصيبة وحلت على روسنا. لا إله إلا الله. بس هذا أشياء من الله. عيال أختي. أيوه. أبوهم توفى. شفت كيف معاه اثنين أولي. بس والصغيرين يالهم بحق ال بحق تقول كده قليل ده اختبطوا. قال له دي شلوا أمهم حملوها بس قلوبها برا. ما حول. شلوا الفيئين وكسروهم. لا مسكوا المعاشر وكسروا بقعة وخريوا من الدار. ويبتون صفتون اللي في المقهاي. شفت كيف؟ يا ولا ولحقونا هودة قال هودة قال هودة لو يا وشلوا القراطيس من يدي وبزونا فوق وعطونا اليحن وشلوا انفسهم وبتوا يضحكون ويا لما عندهم مال الشربة ويا لعبوا صغيرين لعبون كرة ويدخلون الملعب فرفروا بهم كلهم وشلوا الكرين عم الصغيرين شعبوهم المهم لاقيهم يعني حالة نفسية عندهم حالة كده قوية ما بتقول عاية بسيطة عادي يعني كيف سنهم كبارهم؟ اه كبار في السن هم ما هم تقول صغار كدهم كبار في السن الحين بغيتكم تقول لي حال فيهم تعت يا متر من جريبة الحيطة لبغيت ناس لبغيت دور كلها من كابت والله بلخل 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 واهو لاعب حقهم اه
لاعب حظهم اسمه معمر القدافي. لا حول ولا قوة إلا بالله. معمر القدافي وراه قتلوه خلاص مات معمر القدافي. ما احد معمر القدافي. قلت مات اللاعب ما يبون شيء قوام يقتلون خلتوه خلتوهم ويقتلون انتم. انتم اللي بغتوهم طيب برشلونة من حقهم الحارس برشلونة انت رياضي من حقهم الحارس اللي يلعب كرة اللي يصد الكرة اللي يصد مات ولا عادوا عادوا حي عادوا يعيش مات وقت الريال هو يلعب معاهم ايوه حارس حقهم ما عرفته الا الا ايوه 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 لبنى من ايه اسمعهم ايه بحر ورشوف اسمع الحين توا يا ما هو صح يا رجل شلو داخل شلو يا حلقة يا حلقة يا حلقة يا حلق دي يا حلق يا حلق والله يا حلق يا حلق Yeah! 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 Ye
بس الله هذا التلبوك احنا معك التلبوك هذا التلبوك اقول لك اوه اوه ايوه وابت لقي هتحدى امك لا تلقي شيء لما تلصي الكهرباء بفك لك بمزك ايوه بمزك وابت لقي هذا اللي بتلبوش لحظة اللي بتلبوش هذا اللي بتلبوش كلهم تحت بتحل شبوك هذا اللي بتلبوش لحظة يا أخي بتحل سداري هذا اللي بتلبوش ألو أيوة يا حكومة لازم ندخل فيها لازم ندخل فيها لازم بحث بيهم من هلك النوم بنا ونقيم لازم ننام ونقيم مهما كانت تضحيات فلا بد أن ننام ونقيم إنها لأمرأة حمراء أنا كنت ربان أنا كنت ربان ربان ولكن يا خسارة وكنت يا خسارة أخ كنت ربان سفينة يا ربان سفينة لا 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 كنت ربان وبعدين جاءوا سرقوا البحر وبعد ما سرقوا البحر ألو 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 بعد ما سرقوا البحر ارتميت وقعد صياد وبعد ما قعد صياد انا لازم نرجع ربان 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 يا ربان السفينة ربان تعال عند اخوانك هاي جيدا هاي جيدا هاي يا حياك يا حياك عزيز جيدا خلكم ايه صاحبكم ها صاحبكم خلكم ايه اخوكم يا اخي خل حب عيالي هنا انا دحين بغيت الشردم عبغيت الكنز ولك ما اكل اجيب وين حب او بياكلونا ايش بياكلونك انت اسمع هو غرام اسمعنا لهنا دحين انت بس لك لهم حركه مشان نعرف لهم ديله
ومحرقة بتي فيهم. شوفهم ملقينا هنا قبر، ملقينا قبر. صح؟ ونينازل. أقول لهم نينازل. نينازل أقول لهم. شلون نقول لهم هنا قبر يروحون. بنخبر المجالين معنا، بنشوف منهم اللي عقل الآن. صح؟ بنفرشهم التربال، شفت؟ على سن المسبح. بحكم لونه أزرق يعني. بالضبط، بنشوف مني هو عادل، مني هو مجنون يعني. بنخبرهم اختبار القوى العقلية يعني. بالضبط، يعني سبحان الله أحد إنه فيهم كان في عادل. عادل يلا مسبح غسل وانت غير. خر لي خر لي والله. خله 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 خله. غسل ابو يلا روح. انتو ثيابك روح. قم بس قم 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 تبع اسواق قم 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 شبعت بخلصه. لا تخلصه لا حريق لا حريق لا حريق بس فعله العاد يشرب الطلاب يلا خلاص خلاص هذا الاختبار الأول حق المسبح اللي هو عاقل منكم الآن بغانا يخرج من الباب تمام بنختار ساعة واحد منكم يخرج من الباب اللي هو عاقل ويخرج من الباب هاي خلاص يخرج يروح داره يروح داره خلاص يروح داره يروح داره يروح داره هاي قوم يلا قوم قوم يلا قوم ها بقوة كنا هيا دار عندنا دور هاي واحد بعد شوية بعد هيا 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 وروح داره روح داره روح داره عشرة حدود عشرة إذا خرج يتبحر عليك يتبحر ولع ليك أنا سلق سلق إيش؟ سلق سلق وهم سلق سلق المعصرة سلق معصرة ذي؟ إيه كم سلق ذنبك إيه؟ وين أبو أمبو سلق معصرة؟ إذين أمبو هلا زمب والكنز كنز مزحاه وحبل ومن دريوه يا زهرانا وحبل ورقه وا مكتوب فيها قرا قلت له خلاص قرا انت قرا بس لا بسمع بسم الله الرحمن الرحيم ابنائي الاعزاء اني متاكد كل التاكيد انكم تنتظرون كنز ثمين ذهب واموال
ولكن تركت لكم ما هو أثمن من كل ذلك، إنها الأرض، وهذه أدواتها في الصندوق، أرضي وأرض أجدادكم، فحافظوا عليها وابذلوا في سبيلها الغالي والثمين، فهي كنزكم وهويتكم وماضيكم وحاضركم ومستقبلكم، فلا تتخلوا عنها. ولو كان كل واحد ترك الأرض، من وين بيأكل العالم هذا؟ وهذا درس، وعسى أنكم استوعبتوه. شفت له؟ لا شف، الوالد كان على صح. شوف الدرس اللي قال لي عمري ما بنسى. ودع دوت ينسد، ونحن كلفنا المغارين وكلفنا الصاحيين ولقينا ولقينا، وفي النهاية ما قالت قش عندنا طول إلا الآن. شوف الحين وابا يثبت لنحن إن نحن عقال، ما نحن مغارين. وابا اللي بيخري نحن من الورطة اللي نحن فيها دي. إذا هذا فهو زي ما تقول جزاء لنا هذا بغانا. وصل الدرس. هذا هو الدرس اللي بوكم وصانا احنا بو عليكم. هذا هو الكنز اللي وصاكم. هذا نحن بغناكم توصلون لهذا الشيء، ونحن ساعدناكم في هذا الشيء، وانتم ليس مجانين، انتم عقال. عساكم ان شاء الله تستفدوا من هذا الدرس. يعني انت فاهم انه ده كده؟ انا فاهم، وابوكم اعطانا كل شيء، واعطانا نفس الخطه كلها، وقال لي بكل شيء عنكم. يعني انت دخلتونا على الاهل؟ دخلناكم الاهل مشان تكون درس لكم وتعرفون هذا الشيء. هذا هو الكنز اللي تدورون عليه. وصلت الفكره الرساله، وعرفنا ان والدنا على حق. على حق على حق صح. والآن استوعبنا كلام بونا القديم اللي يقول فيه إن الكنز هي الأرض. فعلا الكنز هي الأرض، وهذا أدوات الأرض اللي والدنا طرحها لنا وتحملنا المشقات كلها مشان نوصل لها. فعلا ولكن الحمد لله أنكم فاهمين نحن ما نحن مغارين. بالضبط، أنتم مغارين، وأبوكم فهمنا كل شيء، ومشان توصلون وقاعد درس لكم ولأمثالكم. مسكوا بأرضكم، هذه اللي بتنفعكم، هذه اللي بتعطيكم الخيرات. تمسكوا بهذه الأرض، هذه وصية أبوكم.